صباح الخير أبنائي الطلبة، دبلوم اقتصاد إداري. النهاردة هناخد موضوع جديد هو الموازنة المرنة. بتشمل هذه الوحدة التعليمية ما يلي: ايه الفرق بين الميزانية والموازنة؟ ايه الفرق بين الموازنة غير المرنة والموازنة المرنة؟ مثال رقمي يوضح كيفية استخدام الموازنة المرنة في الرقابة وتحديد الأهداف. يعني احنا عندنا ثلاث نقط في الوحدة التعليمية دي. أولاً، الفرق بين الميزانية والموازنة. الجدول التالي يوضح الفرق بين الميزانية والموازنة. الميزانية العمومية والموازنة التخطيطية. في أربع فروق أساسية بينهم. الميزانية تعد في نهاية فترة مالية معينة، يعني تمثل أداء فعلي في نهاية فترة. الموازنة التخطيطية تعد عن فترة مالية قادمة، يعني تخطيط عبارة عن خطة لفترة جاية. تاني، الميزانية العمومية أداء فعلي حصل في الماضي في الفترة المالية اللي فاتت، تعد في نهاية فترة مالية معينة. الموازنة دي عبارة عن خطة عن فترة مالية مقبلة أو قادمة. يبقى دي في نهاية المدة ودي لمدة قادمة. تاني حاجة بتوضح الميزانية العمومية ايه ممتلكات والتزامات الشركة في نهاية الفترة، بينما الموازنة هي عبارة عن بيسموها تخطيطية، موازنة تخطيطية، يعني عبارة عن تقديرات، خطة تتضمن تقديرات الإيرادات والتكاليف خلال فترة مالية مقبلة. ايه الهدف من اعداد الميزانية العمومية؟ اظهار المركز المالي للشركة في نهاية الفترة. بتوضح المركز المالي للشركة، ايه ممتلكات الشركة وايه حقوق الملكية وايه الالتزامات اللي عليها. الهدف من اعداد الموازنة التخطيطية الرقابة على تكاليف وايرادات الشركة، وذلك بمقارنة التقديرات المحددة في الموازنة بالفعليات اللي حصلت فعلا. ده الهدف، رقابة. الموازنة هدفها الرقابة، بينما الميزانية هي بتبين المركز المالي في نهاية الفترة. اللي بيقوم بإعداد الميزانية العمومية المحاسب المالي في الشركة، انتوا عارفين كل شركة بيبقى فيها محاسب مالي ومحاسب تكاليف. اللي يعمل الميزانية العمومية المحاسب المالي، اللي بيعمل الموازنة التخطيطية وبيعدها محاسب التكاليف، لأن من أهداف محاسب التكاليف الرقابة على التكاليف، والموازنة دي تعتبر أسلوب من أساليب الرقابة على التكاليف. ده الفرق بين الميزانية العمومية والتخطيطية. النقطة الثانية، ايه الفرق بين الموازنة غير المرنة الثابتة والموازنة المرنة؟ جدول يوضح الفرق بين الاثنين. الموازنة غير المرنة هي خطة بتتعد لمستوى واحد من النشاط. الموازنة غير المرنة هي خطة تعد لأكثر من مستوى نشاط. تاني فرق، الموازنة غير المرنة لا يتم، هي خطة
هي خطة لا يتم تعديلها لتناسب مستوى النشاط الفعلي، ولذلك توصف بأنها غير مرنة. الخطة اللي أنا حطيتها هي تنها هي الخطة اللي هراقب بيها الأداء الفعلي مهما كان الأداء الفعلي ده مستوى إيه، وما عدلش الخطة دي. لا، التانية بقى شوف المرنة، لا هذه الخطة يتم تعديلها لتناسب مستوى النشاط الفعلي، لازم أعدلها لتناسب مستوى النشاط. وهناخد مثال رقمي مهم قوي ازاي بيتم التعديل ده. ثلاثة، الموازنة غير المرنة بتفترض ثبات ظروف السوق، عشان كده بتعمل خطة لمستوى واحد من النشاط، مش 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 لا تأخذ في الاعتبار اي تغيرات في السوق. بتقول لا السوق الخطة دي هي دي ان شاء الله اللي هيتم تنفيذها، بينما الموازنة غير المرنة بتفترض عدم ثبات ظروف السوق، عشان كده بتحط اكتر من خطة لتواجه هذه عدم ثبات ظروف السوق، بنحط كذا خطة. أربعة، تتم الرقابة في الموازنة غير المرنة في ضوء المعادلة التالية، دي مهمة أوي نمرة أربعة، ده فرق خطير ومهم. المعادلة بتاعت، ممكن تيجي سؤال لوحدها ألف دي أو حاجة سؤال كده، أقول لك الرقابة في الموازنة غير المرنة بتتم إزاي، قول لنا المعادلة بتاعتها وقول لنا قارنها بالمعادلة بتاع الموازنة المرنة اللي قصادها دي. خلي بالك بقى، الرقابة في الموازنة غير المرنة عبارة عن مقارنة بين تكاليف مخططة لحجم نشاط مخطط ناقص تكاليف فعلية لحجم نشاط فعلي. المقارنة دي مش مظبوطة. ليه مش مظبوطة؟ لاختلاف حجم نشاط، هنا حجم نشاط مخطط وهنا حجم نشاط فعلي. بقارن تكاليف حجم نشاط بتكاليف حجم نشاط آخر، المقارنة غير منطقية. وده يرجع لأن الموازنة غير مرنة، ما بتتغيرش الخطة، ما بنغيرش الخطة، التقديرات تاني بتتناها زي ما هي، عشان كده بيسموها غير مرنة. تعال بقى اتفرج على الجميلة التانية، الموازنة المرنة. لا ده احنا بنعمل ايه؟ تكاليف مسموح بها، يعني تكاليف مخططة بس لحجم النشاط الفعلي، بقارنها ناقص تكاليف فعلية لحجم النشاط الفعلي. جمال المعادلة دي في ايه؟ ان حجم النشاط الفعلي واحد، هذه المقارنة منطقية، بقارن تكاليف مخططة لحجم نشاط فعلي بتكاليف فعلية لحجم نشاط فعلي، المقارنة منطقية لعدم اختلاف حجم النشاط. هي دي جمال الموازنة المرنة، حجم النشاط واحد احط له خطة وقارنه بالفعليات بتاعته، هذه المقارنة منطقية نظرا لعدم اختلاف حجم نشاط الشركة، ومن ثم الرقابة هنا في الموازنة المرنة فعالة. هنا في الموازنة غير المرنة تبدو الانحرافات كبيرة طبعا، وتتضمن عوامل خارجة عن تحكم الإدارة طبعا. ليه؟ لاختلاف حجم النشاط، اختلاف حجم النشاط ده هيخلي الفرق بينهم كبير، بينما هنا تبدو الانحرافات، هنا اللي هي الموازنة المرنة تبدو الانحرافات في نطاق ضيق وقاصرة على إظهار عوامل الكفاية. وليه في نطاق ضيق؟ لأن ثبت حجم النشاط الفعلي، فتبدو الانحرافات في نطاق ضيق وقاصرة على إظهار عوامل الكفاءة. ده الفرق بين الموازنة غير المرنة والموازنة المرنة. لو حبيت تقول أوجه شبه، ده فرق فروقات، لكن أوجه الشبه الاتنين بيستخدموا في التخطيط، الاثنين اساليب محاسبة التكاليف لانهم الاثنين متعلقين بالرقابة بيراقبوا، الاثنين
أساليب محاسبية متعلقة بمحاسبة التكاليف، والاتنين محددين مقدما. ده الفرق بين الموازنة غير المرنة والموازنة المرنة. طبعا المرنة أفضل بكتير، وهنشوفها في مثال عملي ازاي نطبق الموازنة المرنة. قام محاسب التكاليف بوضع تقديرات التكاليف لمستويات النشاط المتوقعة، وقدم جدول بهذه التقدير. دي بقى تبص عليها تقول عليها مرنة. ليه؟ لان احنا حطينا لاكتر من مستوى النشاط. انا مش عارف مستوى النشاط الفعلي هيبقى فين، فقلت هنحط خطة او تقديرات للتكاليف عند مستوى 60% من الطاقة، وعند 80% من الطاقة، وعند 90% من الطاقة. انا مش ضامن السوق، انا هيكون الفعلي هيبقى كام. فانا حطيت تقديرات لثلاث مستويات 60% و80% و90%. طيب المهم الفعلي حصل امتى؟ المستوى الفعلي وكانت الفعليات عند 70% من الطاقة، ومدي لك بنود التكاليف بتاعتها، وطالب تحديد الانحرافات على مستوى البنود. السؤال بقى، هل هو الراجل هو حط لي ثلاث مستويات من الطاقه 60 و70 60 و80 و90، حط لي 60 و80 و90، المستوى الفعلي حصل عند 70% من الطاقه، هل ينفع اقارن خطه عند 60 بفعليات عند 70؟ طبعا لا. لا ليه؟ لاختلاف مستوى النشاط. يا عم انت عامل تقديرات عند 60%، ازاي تقارنها بفعاليات عند 70؟ ما ينفعش. طيب هل ينفع اقارن خطة عند 80% بفعاليات عند 70%؟ برضك ما ينفعش. ليه؟ لاختلاف مستوى النشاط، دي 80 ودي 70. طب هل ينفع اقارن خطة عند 90 بفعاليات عند 70؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لاختلاف حجم النشاط. امال ايه اللي احنا ايه اللي ينفع بقى؟ هنا بقى تبان الموازنه المرنه. اقول لا، ولا 60 تنفع اللي مديهاني في التمرين، ولا 80 ولا 90. امال عايز ايه؟ عايز استخدم التقديرات اللي هو مديهاني واعمل خطه جديده لمستوى 70% وقارنها بالفعليات عند 70. هي دي الموازنة المرنة، ان انا بعدل التقديرات اللي هو مدهاني عشان تناسب المستوى الفعلي. المستوى الفعلي 70%، يبقى لازم اعدل 60 و80 و90. دي عايز يبقى عندي خطة لمستوى 70% عشان اقارنها بالفعليات عند 70%. وعشان كده بيسموها مرنة. مرنة يعني ايه؟ يعني بتعدل التقديرات الخطط اللي عندك في ضوء مستوى النشاط الفعلي. طب اعملها ازاي بقى دي؟ لتعديل الموازنة الموضوعة اللي هو حاططها لي ثلاث مستويات لتناسب مستوى النشاط الفعلي، انا محتاج يا جماعة كفاية مستويين من اللي هو مديهم لي. خد اي مستويين اقدر اعدل، اي مستويين، خد مستوى 60 و80 او 80 و90 او 60 و90، خد اي مستويين، انا محتاج اتنين بس، وهستخدم الاتنين دولت ان انا اوصل لموازنة 70 وقارنها بفعليات 70 واطلع الانحرافات. ده يتطلب مني جدول من 10 خانات بالشكل التالي. اول خانة بنقل خانة البنود. انا هنقل حاجات من التمرين،
هنقل اربع خانات من العشرة، هنقل اول خانة دي معطاة. الحل اهو، ادي الخانة بتاعت البنود انقلها زمايل. خد اي مستويين يعجبوك. انا خدت في التمرين ده 60 و80، خد اللي انت عايزه. ممكن واحد تاني ياخد 60 و90، ممكن واحد تاني ياخد 80 و90، خد اي مستويين من اللي هو مديهم لك انقلهم. يبقى انا عندي 3 خانات منقولة لغاية الوقت من التمرين. الخانة الرابعة اللي هي هنقلها، اللي هي الفعليات اللي هو مديها لك. هو مدي لك فعليات عند 70، خد الفعليات بتاعت 70 حطها في الخانة رقم 9، وما انا كاتب لك عليها معطاء. يبقى انت عندك كام خانة معطاء؟ 4. وابتدي بقى ايه؟ احل. انا نقلت 4 خانات، ابتدي احل. ايه اول حل؟ اول خانة اللي هي معامل التغير. يعني ايه معامل التغير؟ قبل ما اشرح معامل التغير عايز اقول لك على حاجة. ان المستويات الطاقة اللي مديها لك بتاعت 60 و80 دي عبارة عن تكاليف اجمالية. يعني ايه اجمالية؟ يعني فيها نوعين من التكاليف المتغيرة. فيها نوعين من التكاليف، تكاليف متغيرة وتكاليف ثابتة. فيها تكاليف متغيرة كل مستوى. ايه التكاليف الثابتة دي؟ هي تكاليف لا تتغير مع تغير حجم النشاط، زي الإيجار. الإيجار ده والله لو اشتغلت طاقة 60% هدفع نفس الإيجار، لو اشتغلت طاقة 80% هدفع نفس الإيجار، لو اشتغلت طاقة 100% هدفع الإيجار هو. لو قفلت وقعدت في البيت وصفر طاقة هدفع الإيجار هو. فبيسموها تكاليف ثابتة. فالتكاليف اللي هو مديها لك عند 60 و80 جواها تكاليف ثابتة وجواها تكاليف متغيرة. ايه رأيك؟ يعني تكاليف اجمالية. ايه رأيك لو طرحت 800 ناقص 600 هيديك ايه؟ عارفين هيديني ايه؟ طبعا زي ما قلت لحضراتكم ان 600 دي فيها تكاليف ثابتة و800 فيها تكاليف ثابتة. فيها وفيها، يعني 600 دي عبارة عن تكاليف ثابتة ومتغيرة و800 فيها تكاليف ثابتة ومتغيرة. ايه رأيك لو طرحتهم من بعض؟ في تكاليف ثابتة هنا في عند 60 وفي تكاليف ثابتة هنا. لما اطرحهم من بعض الثابت هيروح، هيفضل ايه؟ التكاليف المتغيرة. يعني يبقى 800 ناقص 600 يديني التكاليف المتغيرة. نتيجة تغير طاقة كام؟ تغير طاقة من 60 ل 80، يعني 20% من الطاقة. يعني لو قسمت فرق التكاليف دي، تكاليف متغيرة 800 ناقص 600 دي تكاليف متغيرة، نتيجة تغير فرق طاقة كام؟ 20. 80 ناقص 60، فلما اقسمهم على بعض هيديني التكاليف المتغيرة 1% من الطاقة. تكاليف متغيرة 1% من الطاقة، يبقى 800 ناقص 600 على 20. دايما هقول على 20 بقى، مش هنقعد بقى كل شوية نقول 80 ناقص 60، ما خلاص الفرق ده معروف 20، يبقى هقسم على 20 يديني بتاع 1%. يبقى العشرة جنيه دي تكاليف القوى المحركة، لو زادت 1% تزيد 10 جنيه. يعني دي التكاليف المتغيرة 1%. الخانة رقم 4 بيسموها معامل التغير، التكاليف المتغيرة 1%. ايه يعني دي؟ ايه ميزتها؟ جمالها في حاجة، حطها في دماغك، حطها في دماغك. لو ضربت المعامل ده في اي طاقة يديك التكاليف المتغيرة عند هذه الطاقة. تاني اقولها تاني مهمة. الاول احنا عرفنا طلعنا معامل التغير ازاي؟ كلمتين، فرق التكاليف
800 ناقص 600 على فرق الطاقة اللي هو 20، 800 ناقص 600 يبقى 200 على 20 في 10، وهعمل كده في بقية البنود. 400 ناقص 400 صفر، على 20 يبقى صفر. 700 ناقص 600 طبعا الكبير ناقص الصغير، 700 ناقص 600 يبقى 100، على 20 5. 400 ناقص 320 يبقى 80، على 20 في 4. 300 ناقص 240 يبقى 60، على 60 على 20 فيها 3. 200 ناقص 160 يبقى 40، على 20 فيها الاثنين. ده معامل التغير. يعني ايه معامل التغير؟ يعني التكاليف متغيره الواحد في الميه من الطاقه واحد بس. ايه فايدته معامل التغير ده؟ انك لو ضربته في اي طاقه يديك التكاليف المتغيره عند هذه الطاقه. حلو خالص. طب ايه رايك لو ضربته في 80؟ هيديني التكاليف المتغيرة عند 80. اضرب 10 في 80 800، 0 في 80 0، 5 في 80 400، 4 في 80 320، 3 في 80 240، 2 في 80 160. دي ايه دي؟ مالها دي؟ ايه الخانة دي بتاعت ايه؟ التكاليف المتغيرة عند 80. طيب هو اللي مديهولك في الطاقة الأولانية اللي هي مستوى طاقة 80% ده تكاليف كلية فيها متغير وثابت. أنا عرفت المتغير بتاع 80، إيه رأيك لو طرحناهم من بعض؟ التكاليف الكلية عند 80 ناقص التكاليف المتغيرة عند 80 هيديني الثابت. أستنتج التكاليف الثابتة ازاي؟ اللي هو الفرق بين 3 ناقص 5. 800 ناقص 800 يبقى صفر. يعني ايه صفر؟ يعني مفيش تكاليف ثابته. 400 ناقص صفر 400، يعني دي ثابت فعلا، الايجار ثابت 400. هنا 700 ناقص 400 300، 400 ناقص 320 80، 300 ناقص 240 60، 200 ناقص 160. انا بطرح 3 ناقص 5، 3 اللي هي التكاليف الكليه عند 80 ناقص التكاليف المتغيره، متغيره فقط عند 80 هيديني الثابت. واحد يسالني يقول لي اشمعنى ضربنا في 80؟ طب ما نضرب في 60. لا مانع، لا مانع، اعملها انت في البيت، اعملها في البيت. ممكن بدل ما اضرب في 80 اضرب في 60. لما اضرب معامل التغير في 60، انا قلت لكم المعامل ده لما نضرب في اي طاقه يديني ايه؟ التكاليف المتغيره عند هذه الطاقه. يبقى اضرب المعامل في 60 يديك التكاليف المتغيره عند 60، بس بس لازم اطرحها من مستوى 60 يديك الثابتة، وهتطلع نفس النتائج، نفس النتائج. التكاليف الثابتة، أقولها تاني، أنا ضربت في 80. واحد يطالب كده شاطر يقول لي طب ليش معنى 80؟ طب ما تضرب في 60. ماشي هضرب في 60، أصلا أنا الهدف بتاعي إن أنا أستنتج التكاليف الثابتة. اضرب في أي طاقة بس بشرط اللي تضرب فيه اطرح منه. يعني لو ضربت في 60 هيبقى 10 في 60 ب 600. واخدين بالكم؟ بس اطرح بقى من 600، من مستوى الطاقه نفسه اللي انت ضربت فيه. هيطلع نفس النتيجه صفر، تكاليف ثابته. يعني اضرب في 80 او 60 بس اللي تضرب فيه اطرح منه. انا ضربت في 80 في المستوى اللي جنبه على طول. ضربت في 80 طلعت التكاليف المتغيرة عند 80، طرحت من مستوى 80 اللي انا ضربت فيه يديك الثابتة. ايه الثابتة؟ ثابتة ثابتة عند ايه؟ عند 80، عند 60، عند 90. التكاليف الثابتة معروفة ثابتة. لا ده تبقى هي الثابتة كمان عند 70 اللي انا عايزها، فتعتبر استنتاج التكاليف الثابتة عند 70. طب انا عرفت الثابتة عند 70، فضل لي المتغيرة بتاعت 70، أعمل إيه؟ فاكرين؟ فاكرين؟
اجيب التكاليف المتغيرة ازاي؟ اضرب معامل التغير في 70، هيطلع لك التكاليف المتغيرة 70. معامل التغير اللي هو خانة 4، 10 في 70 700، 0 في 70 0، 5 في 70 350، 4 في 70 280، 3 في 70 210، 2 في 70 180. دي التكاليف المتغيرة عند 70. بقى عندي التكاليف المتغيرة عند 70 والثابتة ثابتة عند 70، أجمعهم مع بعض يديني إيه؟ يديني التكاليف المخططة أو المسموح بها عند 70. يعني الخانة 8 دي مجموع 6 و7، 0 و700 700 400 و0 400 300 و350 650 80 زائد 280 360، بجمع خانة 6 و7، يعني بجمع الثابتة والمتغيرة تديني إجمالي التكاليف بتاعت مستوى 70 اللي هي الخطة عند 70، واجمع 60 زائد 210 270 و40 زائد 140 يبقى 180، بقى التكاليف المخططة عند 70 اللي أنا عايزها. أحط التكاليف الفعلية عند 70 اللي أنا حاططها. هنا بقى شوف الجمال، بقارن تكاليف عند 70، تكاليف مخططة عند 70 أو المسموح بها عند 70 ناقص التكاليف الفعلية عند 70. هنا مستوى النشاط واحد، ولذلك الرقابة هي دي الرقابة السليمة، هي دي الموازنة المرنة. إن أنا عدلت التقديرات اللي هو مدهاني خليتها حسب المستوى النشاط الفعلي، مستوى النشاط الفعلي 70%، فكل هدفي ان انا اوصل للتكاليف المسموح بها عند 70 اقارنها بالتكاليف الفعليه عند 70 تديك الانحرافات. يبقى 700 ناقص 650 يبقى زائد 50، 400 ناقص 400 صفر، 650 ناقص 600 يبقى الخانة الانحرافات هي الفرق بين الخانة 8 والخانة 9. ادي كده الموازنة المرنة وازاي بعدل الخطط اللي هو مدهاني. هو مديني اكتر من خطة 60 و80 و90، ما نفعتش ولا 60 ولا 80 ولا 90، اقارنها ب 70 ما ينفعش. فانا عشان كده عدلت الخطط اللي هو مدهاني خليتها عند 70. ازاي؟ ان انا اخد مستويين بس، ولما اخد مستويين يبقى التالت ده اشيله من دماغي خالص، اشطب عليه. يعني انا هنا خدت 60 و80 يبقى اشطب على 90. بس انا عايزك في البيت بقى خد مستويين تانيين، خد مستوى 80 و90 وشوف الفرق بينهم. بس هتقسم على كام؟ خلي بالك هتقسم 80 و90 الفرق بينهم كام؟ 80 و90 الفرق بينهم كام؟ 10. فانت هتقسم فرق التكاليف على 10. انا في المثال المحلول ده انا قسمت على 20، لان الفرق الطاقة اللي انا حطيتهم 60 و80 فرق 20. اما اللي انت هتستخدمه 80 و90 الفرق بينهم 10، فانت هتقسم على 10 وهيطلع لك بقى جماله، هيطلع لك نفس معامل التغير ده بالملي. طب واحد تالت يقول لي طب افرض انا خدت مستوى 60 و90، خد بس الفرق بينهم كام؟ 60 و90، قول معايا 60 و90 الفرق بينهم كام؟ 30. فانت هتقسم على 30، فرق التكاليف هتقسمه على 30، هيطلع لك نفس معامل التغير. يعني انت ممكن تحل المساله دي بكذا طريقه، خد اي مستويين واشتغل عليهم بس اقسم على الفرق عشان تطلع معامل التغير. ومعامل التغير زي ما فكركم بيه ده خطير خطير، المعامل ده بيقوله بسميه انا مفتاح المسألة، مفتاح المسألة الخانة رقم 4 دي،
لان لو ضربت المعامل ده اللي هو معامل تغير، يعني ايه؟ يعني التكاليف المتغيره ل1% من الطاقه، لو ضربته في اي طاقه يديك التكاليف المتغيره عند هذه الطاقه. ده جماله. ولعلمك انا ضربته كده هنا في التمرين ده مرتين، مره ضربته في 80 فطلع لي التكاليف المتغيره عن 80، طرحته من 80 من مستوى 80 طلع لي الثابت. اديني ضربته مره عشان اطلع معامل التكاليف المتغيره عن 80، وضربته مره ثانيه عشان اطلع التكاليف المتغيره عند 70 اللي انا عايزها. يعني انا بعد ما استنتج التكاليف الثابته اشوف الطاقه الفعليه كام اللي هو مدهاني 70، اضرب معامل التغير في 70. سؤال كده معلش، يعني طب افرض مستوى الطاقه الفعليه مش عند 70، عند 100، اعمل نفس الخطوات. انقل مستويين، المستويين اللي انا هختارهم من الثلاثه، وممكن يديك في الامتحان مستويين على طول ما خليكش تختار، لكن هنا احنا مجال اختيار، يعني خد اي مستويين ماشي، اطلع معامل التغير ما فيش اختلاف، اضرب في 80 او اضرب في اي مستوى، اضرب معامل التغير في اي مستوى هيديك التكاليف المتغيره عند هذا المستوى، اطرحه من المستوى نفسه هيديك الثابته. لغايه دلوقتي ما جبت السيره ال 100%. لو كان مستوى النشاط الفعلي عند 100%، لو مستوى النشاط الفعلي عند 100% اقوم قايل بقى في الخانه السابعه التكاليف المتغيره عند 100%. اجيبها ازاي؟ اضرب المعامل في 100 واحط التكاليف المتغيره، بقى عندي الثابت، والثابت ثابت عند اي مستوى طاقه، اجمعه على التكاليف المتغيره عند 100 يديك التكاليف المسموح بها عند 100، احط التكاليف الفعليه اللي هو بيديها عند 100 يديك الانحرافات. ادي قصه الموازنه المرنه. ملحوظه مهمه، ممكن بعد ما تستنتج التكاليف الثابته يجي يقول لك ايه؟ قد تضطر الوحدة الاقتصادية إلى تعديل بعض بنود التكاليف الثابتة إذا زاد مستوى النشاط عن حد معين. في هذه الحالة هنستنتج التكاليف الثابتة زي ما احنا شفناها، زي ما احنا عرفنا بالشكل المعتاد، ثم يتم زيادة بعض البنود التي تقرر زيادتها نتيجة زيادة مستوى النشاط. يعني إذا ادالك تكاليف ثابتة زيادة، يبقى بعد ما تستنتج التكاليف بتاعتنا الثابتة في الجدول قول له زود بعض هذه التكاليف إذا ادالك زيادة، ما ادالكش خلاص يبقى بتحل الجدول أبو 10 خانات اللي احنا قلناه ده، وبننقل 4 خانات من التمرين، خانة 1 وخانة 2 وخانة 3 وخانة 9. أتمنى لكم كل توفيق ونجاح، وأشوفكم بإذن الله في المحاضرة القادمة.